انا فاطمه الادريسي ساكنه في دوار الريافه. انا جبت هذا الولد من الخيريه ديال من الطبيب ديال مكناس، عنده عام دابا، عنده 32 عام. كبرته وقريته وخدمت عليه انا وهذا الراجل، عطيناه الحنان وعطيناه كل شيء، كل من تنملكو في الحب وكل شيء عطيناه له. وهجرت حتى خوتي ما بقيتش ندخلهم عليا في اجله. وجا وقال لي يا امي سيري دي الوراق لمرتي الطليقه في توجطات، وديتهم ديتهم له بنت عندها، وخلط عليا حتى هو في الليل شرب معانا اتاي، وشاف ولادو وجا على الموتور وبت انا تما. والصباح ناضو الدابه من القهوه ودخلوا للدائره فين تيخدم، كل شيء تيعرفو، القايد تيعرفو، الباشا تيعرفو، داك اللي تيقيد تا هو تيعرفو. وهز باه وداه وسنا وقال له با سني لي على شي وراق الخدمه. ومن اللي سنا وهز داك الوراق، داك المسؤول ما قال له لا على سنيتي ولا عطاه ولا شافه ولا راه، هو قال صبر وخرج له الوراق سنا عليهم. وملي قال له ما تقولهاش الام ديالكم اللي جيت انا متوجطات في الجمعه في النهار، قال لي يا المراه راه سنا لي على شي سنيت له على شي وراق، عشني ما قال لي واشني قال لي. وطلعت تنغوت وجيت وبديت تنغوت لانه انا تنغوت، يعطينا دارنا يعطينا رزقنا ويعطينا حوانتنا ويعطينا ديورنا ويخرج يمشي بحالاته غدار وخائن ونصب علينا بالنصب والاحتيال هو وصحابه اللي في الدائره، كل شيء تيعرفوا. ملي مشينا عند القايد ما دخلنا، قال لي ديري الشكايره باقي تيعيط لي. مشينا عند الباشا ما دخلني، مشينا عند مشينا درنا برا الوكيل الملك ضحك علينا ونصب علينا، ولا درنا التنازل وحنا ما درنا بو تنازل. ولينا دابا دعيناه وسرق لي، دخل الماريو عنده الدوبل ديال الساروت ودالي 20000 ريال باش غادي ندير المحامي ودعيته. وملي طلعت للمحكمه انا وياه طلعونا للمحكمه باقيين ما تقابلنا. ودابا انا تنطلب من الله وجلاله الملك وكيل الملك والحكومه تعطينا رزقنا. ودابا حنا انا جبتو من الخيريه وردنا الخيريه انا وهذا الراجل تنباتو في الخيريه. واش حنا الخيريه راه تسيدنا ما يبقاش فيا الحال، ولكن يبقى فيا الحال اللي كنت بداري وبحوايجي وبرزقي ووليت جالسه في الخيريه والحومه كلها تشهد وكل شيء تيشهد امام الله وامام العبد باللي الدار ديالي. وهذا الراجل هو ضحك علينا ودانا دارنا ودابا راه تيدير فيها العرس وحنايا جالسين في الخيريه. انا تنطلب من الله والملك وجلاله وكيل الملك والوزير يعطينا حقنا. وهاد الولد منين جاتو هاد 76 مليون؟ راه عاد عام ملي ولا مقدم وعرف يدخل وينصب وكلشي مساعدو، وحنا غير فقراء ما تنعرفو نقراو، تيقولنا سنيو امي هنا سنيو، بعد حتى شي ورقة تيجيبها لنا نسنيوها في الدار، وحنا ما عارفين علاش تنسنيو. وتا هذاك اللي داير لنا الملك الرامي دهنا كل شيء، دايه دانا التصاور دانا الوراق ديالو باش جبناه من الطبيب دانا كل شيء. انا تنخرج هو تيقلب، ودابا خرجني من الدار في 3 د الليل نهار الجمعه وطاح لباه طاح لي في الزنقه، وديته للطبيب يومين هو في الطبيب. وملي جبته ديته لعند اختي ما لقينا فين ندخلو، مشيت انا هزيت له الحوايج جبرته حتى يضرب الشيشه وجالسين معاه حباب مراته هما اللي تستعمروا الدار، وانا خرجوني من الدار. انا تنطلب الله والمالك والحكومه تعطيني داري، والسي الفتات يعطيني داري. انا ما بغيتش ندير معاه واحد الحاجه اللي ما هي شيء، ولكن انا راني مراه اميه وتنخاف، هو عنده عصابه وانا ما قديت على ديك العصابه. انا يعطيني داري بالخاطر ويمشي بحالاته. والشكر ليكم وهانتوما تتشوفونا وتنبات في الخيريه انا وهذا الراجل. هزونا مالي الخيريه هزونا من مستلاسيون وحنا في الخيريه، في النهار تنمشي للمحكمه وفي الليل مع 6 د العشيه تندخل للخيريه. كوبالي عبد الحميد المهنه خراز، تنصوب الشربيل والبلغه
ودابا تقاضى وقت داك الشيء ما بقاش. كبرنا وعينينا مراض ودنينا مراض، شكوى الله تعالى وتبارك، وبنينا هذا المحل وبقينا مستقرين فيه معنا هو. عس علينا وحضغنا وشاف وعرف كل شيء، ومنين صبح موظف كبر علينا. اجا با لي تسني لي على شي اوراق، علاش وليدي؟ قال لي على شي مشاكل، باش ربما هادي يزيدونا ولا هادي ولا هادي، خصك تكون الاسم ديال باك. قلت له وليدي شي باس ما كان، سنيت له. ما تنعرف لا نقرا ولا هذا، ما عرف حتى حاجه. وتا داك السيد اللي زيدني نسنيه ما قال لي شي علاش والو، كانه هو غير جا حطهم له. وعلى ما سنيت انا جمع داك 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 الوراق كلهم وخرجهم له بحال هكا هاك. قلت انا هاد شي قضيه هذه ما عمرها كاينه، لان قلت انا هاد الشيء ما عمرو كاين هكا، لان فايت تنقاليزي مع الناس على الكرا، تيعطي هو ورقه وانا ورقه وتتبقى الورقه في الدائره. هو ما دارش معايا هاد الشيء كاع، وما سالنيش وما قال لي حتى حاجه، ما عرفتش علاش. قلت انا هذا الشك، كانت المراه مسافره، ملي جات قلت لها ودي راه دخلوني للدائره وراني سنيت على شي ورق، ولكن ما عرفتش شني هما، ما عرفتش علاش. انا ملي كنت مثلا معاه قال لي يلا با حنا واش ما تثقش فيا، انا هبطي للدار ونعطيك اللي بغيتي، انت شوف اللي بغيتي ونعطيك اللي بغيتي. هبطنا للدار تبدل عليا، مشى خبعهم قال لي وراني مخبعهم، فوقاش ما تحتاجهم نعطيهم لك. دوز علينا 4 ايام قال لي ما عرفتيش على سنيتي؟ قلت له لا. قال لي سنيتي لي على 76 مليون، راك بعتي لي الدار فيها جوج، وراني داير بكل شيء وكل حاجه بسميتها، الحوانت بسميتهم والبراطم بسميتهم وكل شيء، راه داك الشيء راه متبوت هو هذا. قلت له وليدي وانا بعت لك، ملي بعت لك اعطيني الفلوس، فين هي هاد الفلوس اللي عطيتها؟ على انا اللي بنت لك تبيع لي نبيع لك غير انا. هاي البلاد ملي عندك هذا الخير كله شري في جهه اخرى، خلي لنا رزقي فاش نستقر. قال انا شريت منك وما تعاود لي حتى حاجه، الطريق اللي عجبتك تباعها. حتى جا هنا الشكاوي بحال اللي تتهضر مع لا شيء. ودابا اللي تنطلبوا حنا تنطلبوا من صاحب الجلالة ومن الممثلين ديالو يشوفوا من حالنا. ويشوفوا من حالنا ويشوفوا ينظروا فينا بعين الرحمة ويعرفونا رحنا مظلومين. والله هو اللي تيعلم على ما أقول على ما أقول. وأنت نطلبوا يكون بحث خاص علينا وعليه، إذا كنا حنا ظالمينه نتعاقبوا، وإذا كان هو ظالمنا عاود كذلك. ما يمكنش هذا يقبض، هو دار هكا جوج الشراطيب ديال الستيلو ربح، دارنا رزقنا. حنا اللي تنطلبوا حنا من صاحب مساعدة صاحب الجلالة حافظه الله، والله يطول عمره، والله يستر وليداته ووليدات المسلمين كلها، والمغاربه الاحرار اللي تيبغيو الحق واللي تيبغيو يزول هذا الظلم من البلاد ويبين الرجوله ديال المغاربه الحقيقيه كما كانوا تيحاربوا مع الفرنسيين. واسمح لي راني محقور ما تعقدش نكمل. السلام عليكم. اللهم هذا منكر ما قدينا على صغيره، اللهم هذا منكر ما قدينا على صغيره. هذا الانسان هذا انا اللي بنيت ديك الدار، بنيت السفلي والفوقي والثالث خليته على الضاله. نهار اللي جابوه انا كنت كنضالي قدامه، دوز ديك الولد قراه متعينيه في جميع المسائل، يعني شهاده الله. شويه شويه بقى كيخطف والديه،
دابا هو نصب عليهم لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم هذا منكر، هذه هي شهاده الله. يعني جميع اللي خدموا هو نصب عليه، ما كانش محيدي له حتى شي حاجه. وهالي نزدق قطريب عمر السلوقي ما كيولي كل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.